Allah is protecting you. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya. Know ya, know ya. Eyes, you're vacant. Eyes, I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. I wanna look deep inside. السلام عليكم شباب، شلونكم الحبايب؟ ان شاء الله الكل بخير وطيبين. شباب اليوم جيتكم شرح بلد جديد، هواية راح تستفادون من عنده بالدارك زون، خاصة بعد التحديث الأخير. هواية ناس قامت تستخدم تأثير الحالة ببلداتها، ومثل ما تعرفون تأثير الحالة أولا يسبب إرباك، يسبب بطء للاعب، إضافة إلى هذا يخليك تستقبل دمج مو طبيعي من وراء المهارات اللي حاطها العدو إذا كانت بالجنطة أو بالسلاح. بلد اليوم راح يحميك من هاي الشغلات كلها، وراح ينطيك دمج حلو للسلاح مالتك. هواي راح تستمتع بيه، وهواي راح تستفاد من عنده بالدارك زون مثل ما قلت لكم. ما اريد اطول عليكم بالكلام، نبدي بشرح البلد. واول ما نبدي باختيار التخصص. انا بالنسبه لي ويا هذا البلد راح اختار تخصص الفاير وول. ليش تخصص الفاير وول؟ بي موهبتين او خاصيتين اساسيه كلش حلوه تستفاد من عندها باللعب ضد الاونلاين. اولا الشيلد، يعطيك مودات للشيلد، إضافة إلى هذا الشيلد من تفتحه راح تكون به مسافة، كل ما كان والأعداء أكثر كل ما راح يزيد الدمج مالتك أو دمج السلاح مالتك على حسب الأعداء الموجودين ضمن الرينج مال الشيلد اللي أنت فاتحه. هذا فيما يخص الشيلد أو الخاصية الأولى. الخاصية الثانية هي الميدك، أنه أنت إذا استخدمت الميدك مالته راح يرجع لك 200% أرمر، ويرجع لك 200% صحة تظل ترجع عندك لمدة 10 ثواني. وهسه نجي شباب الطريقة التركيب البلد والقطع اللي أنا اختاريتها والتعديلات اللي سويتها عليه. قبل ما أدي بشرح القطع شباب، أحب أنوه على شغلة. هذا البلد السلاح مكمل للبلد، والبلد مكمل للسلاح، وهسه راح أفهمكم ليش. المهم السلاح الأساسي اللي استخدمته ويا هذا البلد هو الاس ام جي الاكزوتيك الباك فاير، اللي هواية ناس شمرته بالستاش من وراء الموهبة الثانية مالته. نجي لشرح المواهب الخاصة بهذا السلاح. الموهبة الأولى تقول أنه أنت أي شخص تصيبه بطلقة، الطلقة الوحدة تصعد لك ضرر إصابة حرجة بنسبة 1%، وهذا الستاك يتضاعف لحد 200% وتخسره خلال 10 ثواني. بمعنى أنه أنت إذا أكو عدو مقابلك ودمجته 10 طلقات راح يصعد عندك ضرر الإصابة الحرجة بنسبة 10% خلال 10 ثواني. إذا رجعت دمجت عدو راح يكمل عندك الستاك ويصعد للميتين، لكن إذا خلال 10 ثواني ما صدت أي هدف فراح يرجع الستاك يعد من جديد ويبدأ من الصفر. هذا فيما يخص الموهبة الأولى. الموهبة الثانية اللي خلت قلت لكم الناس تترك لهذا السلاح هو أنه أنت إذا سويت إعادة ترقيم أو ريلود للسلاح مالتك راح يصيبك نزيف لمدة 10 ثواني، وهذا النزيف يدمج الأرمر مالتك بنسبة 0.5. فإن شاء الله أنا بهذا البلد راح أخلصكم من الموهبة الثانية مالته، وراح تستفادون هواية من الموهبة الأولى، لأن حرامات هذا السلاح ينشمر بالستاش، الدمج بيه عالي، الموهبة الأولى مالته كلش حلوة. هذا فيما يخص السلاح الأساسي. نجي للسلاح الثانوي. السلاح الثانوي أنا اختاريت الأسولت، ودائما أختار الأسولت لأن مثل ما تعرفون الأس أم جي يدمج من مسافات قريبة، والأسولت حاطة على مود المسافات البعيدة وما أنحصر بمسافة. هذا فيما يخص الأسلحة. نجي هسه للقطع. أول قطعة اختاريتها هي الكمامة، اختاريتها السوكولوف على مود تعطيني 10% ضرر إضافي للأس أم جي مالتي.
هذا فيما يخص الكمامة، حطيت بيها 15% open damage، hazard protection 10%، ضرر إصابة حرجة 12%، والمود اللي حاطه فرصة إصابة حرجة 6%. هذا فيما يخص الكمامة. نجي للصدر. الصدر اختاريت الياهل على مود الهازارد بروتكشن 10%، اذا حطيت قطعه واحده ينطيني هازارد بروتكشن 10%، حاط بيها 170 الف ارمر، 12% ضرر اصابه حرجه، 10% هازارد بروتكشن، والمود اللي حاطه هو بليد ريزيستنس، الحمايه من النزيف، وراح افهمكم ليش من اكمل شرح باقي القطع. هذا فيما يخص الصدر. الموهبة اللي حاطها بالصدر هي موهبة النمر، تعطيني 35% دمج إضافي من يكون عندي بونس آرمر أزرق، وهاي الموهبة كلش حلوة ويا الاس ام جي، لان دائما يكون اني هسه عندي القتال من قريب، والموهبة هاي تشتغل من وراء الموهبة اللي حاطها بالجنطة. هسه ان شاء الله نوصل للجنطة وافهمكم. هذا فيما يخص الصدر. نجي هسه للقراب. القراب حاطة سيسكا، القطعة الوحدة من السيسكا تعطيني فرصة إصابة حرجة بنسبة 10%، وهواي راح تفيدني بهذا البلد، لأن هذا البلد أحتاج به فرص. حاط بيها 170 ألف آرمر، هازارد بروتكشن 10%، ضرر إصابة حرجة 11.8%. هذا فيما يخص القراب. نجي هسه للركبة. الركبة هم حطيتها ياهل شباب، ليش؟ لأن القطعة الوحدة من الياهل تعطيني هازارد بروتكشن، حماية من الخطر. القطعة الثانية إذا حطيتها تعطيني ويبن دامج 5%، وهاي 5% هواي راح استفاد من عدها، لأن قلت لكم بهذا البلد ما أحتاج ضرر إصابة حرجة، السلاح هو يصعد ضرر الإصابة الحرجة، لكن أحتاج فرص وأحتاج حماية من الخطر وأحتاج ويبن دامج. فحطيت قطعتين ياهل، الصدر والركبة، على مود 5% الضرر سلاح. نجي للتشف او القفاز، حطيتها هم سيسكا، ليش؟ لان القطعة الوحدة مال السيسكا تعطيني فرصة اصابة حرجة بنسبة 10%، القطعة الثانية اذا حطيتها راح تعطيني حماية من الخطر 10%، وهواية راح استفاد قلت لكم من الحماية بالخطر على مود اقدر اوقف الموهبة الثانية الخاصة بهذا السلاح. فحطيت هسه عندي قطعتين ياهل على مود دمج السلاح 5%، وقطعتين سيسكا على مود الحماية من الخطر. نجي للقطعة الأخيرة شباب من البلد، اللي هي الجنطة. الجنطة اختاريتها وولكار، على مود تعطيني 5% ويبن دمج إضافي، حطيت بها 170 ألف دروع، 9% حماية من الخطر، 10% ضرر إصابة حرجة، والمود اللي مستخدمه 6% فرصة إصابة حرجة. الموهبة بهاي الجنطة اختاريتها هي الأدرنالين البيرفكت، واللي تقول كل ما كان العدو أقرب من 10 متر إلك يكون عندك بونس آرمر أزرق، وهذا يصعد الستاك بيها لثلاث مرات. حطيت هاي الموهبة على مود تشتغل عندي الموهبة اللي بالصدر، اللي تقول 35% دمج كل ما كان عندي دروع زرقة، كل ما كان عندي بونس آرمر. الموهبتين كلش قوية. الموهبة اللي بالصدر تنطيك دمج مو طبيعي، خاصة للأس أم جي، لأن دائما يكون القتال مالتك من قريب. وصل عندي الآرمر بهذا البلد 1,500,000. نجي هسه للخصائص. 33,487 دمج ضد البي في بي، يعني الدمج ضد الأونلاين، فالدمج كلش حلو. فرصة إصابة حرجة عندي 57%، ضرر الإصابة 119. راح تقولوا لي قليل، راح أقول لكم لا، لأن عندكم أنتم موهبة السلاح راح تصعد عندكم ضرر الإصابة الحرجة هواية، فراح يكون عندك الدمج كلش حلو. هذا فيما يخص دمج السلاح والفرصة والضرر. نجي هسه للحماية من الخطر. الحماية من الخطر شباب عندي وصلت 89%، لأن عندي مثل ما تشوفون الجنطة 9%، كل القطع 10%، لكن عندي الجنطة 9%. احنا لازم إذا نريد نتخلص من الموهبة الثانية مال السلاح وما يصيبنا النزيف، لازم أقل شيء نوصلها 90%. فبما أنه أني واصلة عندي الحماية من الخطر 89، حطيت مود بالصدر حماية من النزيف بنسبة 10%، على مود أخلص من نزيف السلاح. هذا كل ما يخص القطع اللي تخص السلاح
واللي تخص هذا البلد. مثل ما قلت لكم البلد يكمل السلاح والسلاح يكمل البلد، راح يخلصكم من هواية دمج، لأن أصلا الستات افكت ما راح يصيبكم أبد، فراح تخلصون من دمج ال 20% مال السادست اللي يحطوها الناس بالفيكتور، راح تخلصون ال 30% اللي يحطوها بالجنطة للأعداء اللي عليهم تأثير حالة، ما عدا أنه يقلل الدمج اللي عليك، يخلي اللاعب مالتك دائما يتحرك براحته، ما يبطئ، الأيم مالتك راح يظل ثابت، ماكو أرباك للاعب مالتك. بعد ما شرحنا قطع البلد نجي هسه شباب نجرب البلد هو والمواهب مالته على الشواخص. خلي نرفع القوة مال الشاخص. هسه باعتبار هذا الشاخص بوس شباب، شوفوا بداية الدمج مالتنا يقرأ 298 ألف الفرصة. لاحظوا من راح أظل أدمج ايش قد راح يصعد عندي الستاك وايش قد راح يصعد عندي ضرر السلاح. بدينا ب 298 ألف. ثلاثمية واربعة وسبعين الف وصل. اربعمية واثنين واربعين شباب. كل مجالة دا يزيد الدمج. وصلنا الخمسمية، واذا تلاحظون خمسمية وثمانية وستين، خمسمية وتسعة وستين الف. 569 ألف وصل ضرر السلاح. فقلت لكم سلاح الدمج مالته كلش حلو قوي، ضرر الإصابة الحرجة بيه يصعد، البلد شباب بيه حماية من الخطر، بيه دمج عالي يحميك من الضرر، لأن قلت لكم هواية ناس قامت تستخدم بالدارك تأثير الحالة وتستخدم مواهب تزيد الضرر ضد الأشخاص اللي عليهم تأثير حالة. بما أنه أنت موصل تأثير الحالة عندك 90 وفوق، فأي تأثير حالة من ناحية الفوم، من ناحية النزيف، خلايا النزيف، أي دمج يجي ويا تأثير الحالة، هذا كله راح يوخر عنك هذا البلد. هذا كل ما كان يخص هذا البلد شباب، أتمنى عجبكم الشرح واستفاديتوا من عنده. لا تنسونا بالاشتراك واللايك ومشاركة الفيديو حتى يستفادون أكثر عدد من الناس. تحياتي لكم وأشوف وجهكم بخير.